القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع الأمر أمر والحكم حكم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أحمده حمدا لا منتهى لعدده وأشهد بتوحيده شهادة مخلص في معتقده وأصلي وأسلم على نبينا ومولانا محمد الذي نبع الماء من بين أصابع يده صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر رفيقه في شدائده وعلى عمر كهف الإسلام وعظمه وعلى عثمان جامع القرآن في رقه بعد تمدده وعلى علي كاف الحروب وشجعانها بمفرده وعلى جميع الآل والأصحاب المحسن كل منهم في مقصده وصل علينا بفضل منك وكرم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا تقبل منا صيامنا وأعمالنا وسائر طاعاتنا توفنا على كامل الإيمان وأنت راض عنا يا رب العالمين وبعد إخوتي في الله إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لهي الطريق القويم والمستقيم الذي يحسن بكل مرء أو لكل مرء في هذه الأمة أن يسلك نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه عليه الصلاة والسلام في كل أحواله وفي كل أحيانه في كل ساعاته أن ينظر أحواله عليه الصلاة والسلام كيف كان يعيش في حالة السراء وفي حالة الشدة وكيف كان يعيش في حالة الرخاء تراه عليه الصلاة والسلام في كل أحواله مع الله تراه في كل أحواله يدعو إلى الله تراه عليه الصلاة والسلام يؤدي الوظيفة التي بعث من أجلها صلوات الله وسلامه عليه أنه يدعو عباد الله أنه يحبب الخلق إلى الله ويحبب الله بالخلق سبحانه والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يعيشون للآخرة وكيف يقدمون للآخرة وكيف يعطون للآخرة في كل مجالسه وفي كل أحواله وفي كل حالاته عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إليه عليه الصلاة والسلام تراه يدلك على الله ويرشدك إلى الله ويأخذ بيدك إلى الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بوظيفة مهمة جدا أنه يريد أن يربط الخلق بالله جل وعلا هو الواسطة بين الخالق والمخلوق وما نعيش فيه من نعمة وما نتقلب من آلاء إنما هو سببه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة أيضا هم القدوة الصالحة هم كالنجوم كما قال عليه الصلاة والسلام الصحابة كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لما؟ لأنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفوا على أحواله تعرفوا على حالاته صلى الله عليه وسلم تراهم يقلدونه حتى في مشيته حتى في جلوسه حتى في قعوده ابن عمر من أكثر الصحابة اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتشددا في تمسك سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في السفر كان يجلس هنا ويقوم هنا ويمسك عودا في بعض الأحيان يقال له يا ابن عمر لما تفعل ذلك فيقول هنا جلس رسول الله فأجلس حيث يجلس ومن هنا مشى رسول الله
فأمشي حيث مشى عليه الصلاة والسلام. يعني حتى في الهيئات ما اكتفوا بالأقوال والأفعال، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إنما تعدى ذلك أن يقلدوه عليه الصلاة والسلام في جلوسه، في قعوده، في كلامه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتباعا كاملا لا منقصة فيه. والله جل وعلا لا يقبل التجزئة في اتباع رسول الله، أن تأخذ ما تهواه وأن تترك أن تأخذ ما تهواه وأن تترك ما لا ترضاه نفسه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصحابة أعلنوا حبهم لرسول الله، وأعلنوا اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا التضحية والوفاء والإخلاص لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في غزوة أحد قلنا خالف الصحابة أمرا بسيطا لرسول الله، قال لهم لا تنزلوا عن الجبل فنزل، فقتل أكثر من 70 صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لما شاع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ما كان الصحابة يتراجعون ولا يتساقطون، ولا أنهم فقدوا رسول الله، أنهم فقدوا الإسلام، لا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج قادة حكموا العالم بالعدل، خرج أصحابا حكموا الأمة بسيرتهم يقتدون بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. القائد فيهم إذا جاعت الرعية يجوع، وإذا أكلت الرعية يأكل، وإذا قاتلت الرعية تراه في المقدمة، لا يتهاونون في هذه الأمور. في غزوة أحد شاع الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأنه عليه الصلاة والسلام قتل. فلهني ضعاف الإيمان واللي عندهم دخلوا في الإسلام لمصلحة لأهواء، يريدون أن يعيشوا لأنفسهم، لحياتهم الذاتية الشخصية. فماذا قالوا عندما شاع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ قالوا ما مقامكم هنا بعد وفاة رسول الله؟ يقولون قاموا بين الجيش، ما مقامكم هنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام أنس بن النضر أحد الصحابة يعلمهم كيف يكون الاتباع، الحب، الاقتداء، الإخلاص. قال لهم علي رضي الله تعالى عنه، قال أنتم، انظر ما أجمل هذه الكلمة، قال أنتم ما فائدة حياتكم بعد موت رسول الله؟ ما هي قيمتكم؟ نحن لم نأخذ القيمة والرتبة العالية الشريفة إلا من رسول الله. ما هي قيمة العرب؟ اقرأ التاريخ وارجع إلى الزمن الغابر تعرف قيمة العرب. ما رفعوا إلا برسول الله. سعيد بن عامر الجمحي الذي كان أحد الصحابة الذي كان يعيش للآخرة، يعيش للآخرة، هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعلم العدل، الإخلاص، الوفاء، الحب، كان يعيش كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة بالآخرة. لا تنظر، هذه الدنيا ستفنى ويفنى ما فيها، ولن، وقد يأخذكم الموت بطرفة عين. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافة أمير المؤمنين عمر، وما أدراكم من هو عمر الذي كان شديدا على المؤمنين هينا على الكافرين؟ كان يستبعد أن يسلم عمر بن الخطاب، يستبعد أن يسلم. حتى أن أحد الناس قال يسلم حمار بن الخطاب ولا يسلم عمر بن الخطاب. الحمار اللي عند عمر يسلم
هو لا يسلم بما عرف من شدته وبطشه على المؤمنين، ولكن لما عشعش الإيمان ودخل إلى قلبه حوله رأسا على عقب، أشداء على الكفار رحماء على المؤمنين وفيما بين المؤمنين. سيدنا عمر لما كان بالخلافة استدعى سعيد بن عامر، بيعرف صالح النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب لما تضع الإنسان غير المناسب في المكان غير المناسب فهذه تعد من الخيانة، وخصوصا في خصوصيات الأمة، القيادة وأن يكون في مقدمة الناس، أن يقود هذه الأمة لما فيه الخير والصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا. استدعى سعيد بن عامر قال له يا سعيد، سيدنا عمر بيقول له يا سعيد أنا أوليك على محافظة حمص هي بلد معروف من بلاد الشام في سوريا. هل إنسان يقول لك جعلتك وزيرا أو نائبا أو في المكان الفلاني بشهري على شو جاء مثل ما بيقولوا جاء اجتو الله جاء تعرض عليك وظيفة مهمة لحظة الفضل لو منك أهل ليلة إذا كنت صاحب دين وأخلاق وتعلم لنفسك أنك لن تقوم بهذه الوظيفة لن تستطيع أن لا تقبل هذه الوظيفة، لأنه لو تسلمت هذه الوظيفة وأنت قد أهملتها في غيابي ما عاد في أمان. في شو بيقول له سعيد بن عامر؟ بيقول له يا أمير المؤمنين لا تفتني في ديني. يعتبر الإمارة التي عرضها عليه أمير المؤمنين عمر يعتبرها ماذا؟ فتنة في الدين. قال يا أمير المؤمنين لا تفتني في ديني. فسيدنا عمر يغضب يقول له يا سعيد جعلتم الخلافة في رقبتي، وكلما قلت لواحد منكم اذهب إلى أرض فلان يقول لي لا تفتني في ديني، حطيت الخلافة برقبتي. والله عز وجل بده يسألني عن كل شخص في هذه الأمة، والله لو ساخر قدم فرس في العراق لسئل عنها عمر، يقال له يوم القيامة لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ حطيت الخلافة برقبتي، كل ما أقول لواحد روح خليفة يقول لي لا تفتني في ديني، شوف هذه التقوى. قال له عزمت عليك إلا أن تكون أميرا، وقول الخليفة قول لا يراد. فذهب سيدنا سعيد إلى بلاد الشام إلى حمص وكان أميرا عليه، يحكم بالعدل والسوية بين الرعية. بعاد سيدنا عمر معروف أنه زار بلاد الشام، ذهب إلى دمشق وذهب إلى بعض المحافظات في بلاد الشام وزار القدس أيضا وذهب إلى بلد حمص في سوريا. فعادة الخليفة أنه لما يدخل إلى تلك المنطقة يسأل الناس عن أحوال الأمير، عم يعبي يهتم بالرعية، منو عم يعدل بالسوية، عم يشتغل لمصالحه الذاتية والآنية، ماذا يفعل؟ كلهم شهدوا بالخير على سعيد بن عامر الجمحي، إلا أنهم قالوا نكره فيه ثلاث خصال، ثلاث خصال نكرهن بسعيد بن عامر. فجمع الناس، ما في محاباة، هذا بن وزير وبن نائب وبن عقيد وبن ضابط، ما في، الدين دين، على الغني والفقير، على الرئيس والمرؤوس. سيدنا عمر ما كان يميز في هذه الأمور. ضرب ابن عمرو بن العاص لما ضرب قبطيا في بلاد مصر وكاد أن يضرب عمرو، قال له ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. قال له يا سعيد، بس هو سعيد سيدنا عمر يعرف من باعي حاكم، قال له يا سعيد إن الناس يشكوك وأنهم يكرهون وأنهم يكرهون فيك ثلاث خصال، ثلاث خصال بكرهون. قالوا يا أمير المؤمنين ما هي هذه الخصال؟ ثلاث أشياء بكرهوها بسعيد. الأولى، تتخيل معي أمير يحكم ولاية، يحكم مدينة،
كيف ستكون أحواله المادية؟ في هذه الأيام ستكون ميسورة، وفي ذاك الزمن ستكون ميسورة، ولكن الدين يمنع المؤمن أن يميز نفسه عن غيره إلا بتقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سمع جمع سيدنا سعيد بن عامر والناس موجودين، الأولى قالوا له: يا أمير المؤمنين، إنه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، ما بيطلع من بيته إلا ما يصير قريب الظهر، فماذا ترد؟ سيدنا عمر يقول بينه وبين نفسه: اللهم لا تخيبني في سعي، اللهم لا تخيبني في سعي، اللهم لا تخيبني في سعي. بينه وبين نفسه، لأنه هو يلام، هو اللي حيّني. فقال: ما ردك يا سعيد؟ قال: أما أنهم قالوا ذلك وأنا أكره أن أذكر السبب، ولكنهم ما داموا قالوا ذلك فإني سأقول السبب. قال: يا أمير المؤمنين، أمير، ليس عندي خادم، ما عندي خادم، وأنا أعجل لأهلي، هو اللي بيعمل العجل، وأنتظره حتى يختمر، بس يختمر، وأخبزه لأهلي، فإذا خبزته توضأت ثم خرجت إلى الضحى. الضحى أولا يسموها الضحى الصغرى والضحى الكبرى اللي هي قريبة من الصغر. قال له: أنا أمير بس ما عندي خادم، أنا بشتغل بيت أهلي، أنا بعجلهم وأنا بنتظر حتى يختمر وأنا بخبزهم. ها؟ فقال: هذه لك يا سعد، هذه لإلك، من عليك؟ قال له: هذه لك يا سعيد، أمير وما عندك خادم؟ أمير وليس عندك الخدم والحشم والناس التي تقوم بخدمتك؟ قال: ما هي الثانية؟ قالوا له: يا أمير المؤمنين، إن سعيدا لا يجيب أحدا بليل، بالليل بتدق على الباب ما بيفتح الباب. قال له: يا أمير المؤمنين، ما دام قالوا ذلك سأقول السبب. قال: يا أمير المؤمنين، أجعل نهاري كله للناس وأجعل ليلي كله لله. أنه كل أيامنا في الدنيا دنيا 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 دنيا. قال له: كمان أنا إلي حق أجلس بيني وبين الله، أذكر الله، أصلي قيام الليل، يعني أنا أعطيتهم كل وقت بالنهار. فصار عم يصير أخذ وقت من وقت، جعلت نهاري للناس وجعلت ليلي لله. فقال له سيدنا عمر: هذه لك، ليست عليك يا سعيد، هذه كمان لإلك. ها؟ قال: وأما الثاني سيسمع معه. فعلاً عنده شعور إيماني صادق ويتحسس هذه المسائل. بيقولوا له: يا أمير المؤمنين، إذا كان سعيد في مجلس ما، هو بمجلس يغشى ويغمى عليه، يكون عم يحدثنا فجأة بيتغير وجهه، يتغير وجهه، تتغير أوصاله، ثم يغمى عليه، فيقول له: ما هذه الحالة يا سعيد؟ فيقول له سيدنا سعيد: يا أمير المؤمنين، أمهلني حتى أقول لك ما يصيب. قال: كنت أقول عن هذا. قال: كنت مشركا، وأنا ممن شاهد مقتل خبيب بن عدي. خبيب بن عدي يعني أخذته قريش أسيرا، ثم نكلت به وعذبته وصلبته، وقبل أن تصلبه وتقتله هو شاهد مقتل خبيب. أبو سفيان يقول له: يا خبيب، ارجع عن دينك، ندعك وأهلك وعيالك. فيقول: لا، ارجع عن دينك، لا، خلص القتل ما في مجال. طيب، سيدنا خبيب يقول لأبي سفيان: دعني أصلي ركعتين. فصلى خبيب ركعتين رضي الله عنه وتجوز فيهما، يعني أوجز ما طول. قال ثم توجه إلى قادة الشرك، قال لهم: والله أحببت أن أطيل الصلاة، ولكن خشية أن تقولوا عني بأني جبن فأوجزت من الصلاة.
قالوا ارجع عن دينك قال لنا عبدا. قالوا له يا خبيب أبو سفيان بيقول له أتحب أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنت بين أهلك سالما غامما غامما مرفها؟ شو قال من خبيب؟ قال والله لا أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه يشاب بشوك. أبو سفيان شو بيقول؟ وزع المها كما يحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتلوه ونكلوا فيه وأخذوا من جلده ولحمه وجدعوا فيه ومثلوا فيه. وسعيد بن عامر يرى هذا المشهد وما تفعله قذارة قريش بيقول كنت مشركا ورأيت مقتل خبيب، كلما تذكرت ذلك المشهد يا أمير المؤمنين أحس أنني المسؤول عن قتله فيغمى علي، وأخشى أن يسألني الله جل وعلا عنه يوم القيامة. قال فيغمى. قال هذه لك ليست عليك يا سعيد. فقام أمام الناس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال الحمد لله الذي لم يخيب ظني في سعيد، الحمد لله الذي لم يخيب ظني في سعيد. هكذا كانوا يعيشون، وهكذا كانوا يموتون، وهكذا كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير ما عنده لا خدم ولا حشم ولا مال. أختم فأقول سيدنا عمر بيقول له هذه 1000 دينار، اشتري خادم وجيب بغل وعمال بدك حصن وضعك. ما بقول يا رجل أمير أنت، ها حصن وضعك يا سعيد. فيأخذ 1000 دينار ويذهب إلى زوجته فيلقي المال. شو بيقول له؟ فيقول لها يا امرأة لقد دخلت علي الدنيا من أبوابها. يا سبحان الله، بيقول لها زوجته دخلت علي الدنيا، بدها تفسد علي ديني، الأموال وما ولواحق الأموال تفسد علي ديني. قالت له زوجته يا سعيد اجعل لنا نصيبا من المال، أو اجعل هذا المال عند رجل يتجر به ونأخذ الربح ونصرف منه، بنحطه عند شخص بيتاجر فيه تجارة ونحن بناخذ من الربح وبيتم رأس المال مثل ما هو. قال جاب بعض السرة بيسموه سرة يوضع فيها المال، فقسم هذا المال، فما جاء المساء وعنده دينار في بيته، وزع كل الأموال في سبيل الله. لذلك الذين أرخوا لسعيد بن جبير هؤلاء زعماء، هؤلاء قيادات. إذا جعنا بجوع وإذا مرضنا بيمرضوا، بيتحسسوا آلام الفقير والتعبان وهالناس. ما كانوا يبزخون ولا يترفون على حساب الرعية. إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له بطانة صالحة، وإذا أراد الله بأمير شرا جعل له بطانة سيئة. لحوالي أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كأيامنا وأحوالنا كأحوالنا. عندما ننظر إلى الآخرة لا ننظر إلى الدنيا، عندما نعيش للآخرة نعيش لمنهج رسمه لنا رسول الله. لذلك لما خير عليه الصلاة والسلام نزل جبريل بالآية قال يا محمد وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. أقول ما تفعله أستغفر المولى فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على كامل الإيمان وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم أبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين، ومن علينا وعليهم بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته،
ولا عدو للإسلام والمسلمين إلا خذلته ودمرته يا جبار يا قوي يا متين. اللهم ارحمنا برحمتك وعمنا بعفوك وتجلى علينا برضاك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين آمين آمين. صل يا رب وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقيموا الصلاة.